جيمي هسأله سؤال دلوقتي غير متوقع بالمرة. هتدفعوا فلوس كهرباء امتى؟ مين اللي هيدفع؟ انت مش مشارك؟ مشارك معاهم بالربع. حد قال ان كل الناس هتشارك في عقوبة كهرباء دي. قلت انا هدفع انا كمان. كهرباء هيدفع عقوبته امتى؟ او الغرامة بتاعته النادي الزمالك امتى؟ عشان في كلام متضارب ما بين انه لازم يسدد قبل 8 اكتوبر وما بين انه لسه عنده فرصة تانية. طيب. كهرباء طلب الحيثيات. قصة 8 اكتوبر دي على بناء على الخطاب اللي جه الكهرباء انه انت لازم تسدد قبل يوم 8. طيب طلبت الحيثيات بعد كده فلسه لا قدامنا شويه كمان. ده رقم واحد. لا استنى ان هو مش هيدفع 8 اكتوبر خلاص. مش هيدفع 8 اكتوبر خلاص. ده رقم واحد. ماشي. لا يوم 7 اكتوبر. يوم 7 اكتوبر المحامي بتاعه ما هو اللي كانت المفاجاه في القرار الاخير اللي طلع اخر فقره لكن بس احنا مش محضرين الدوكيمنت نفسه. اخر فقره كان بيقول لك ايه عكس القرار اللي قبله، قال لك يمكن الاستئناف حتى على القرار ده في الكاس. كان القرار اللي فات نهائي. الطبيعي ان انت بيحصل بروجريشن في اي قضيه بتطلع لقدام. لا القضيه دي رجعت لورا. لا استنى، يعني دلوقتي هو ممكن ما يدفعش في قبل 8 اكتوبر في الكاس. وكمان يستأنف. جه يوم 8 قالوا له انت موقوف 6 شهور، هيروح يستأنف ويقفل يعمل ايقاف ثاني يوم على طول. اوكي فلسه شويه. لسه شويه كمان ممكن شوية. ممكن يخش له فيها مثلا لحد يناير لحد فبراير اللي جاي. يعني لو هو ما قررش انه يدفع. انا بقول لك هو مش هيدفع. مش هيدفع دلوقتي. والقصه لسه شويه. وايه اللي مخلي كهربا بعد ما كان في نيه انه يدفع؟ القصه انه المفروض العقوبه الاولانيه خالص كان عليه هي عقوبه تضامنيه ما بينه وما بين النادي. فدلوقتي النادي البرتغالي، مش عارف افتكر الاهلي يعني النادي البرتغالي، فالنادي البرتغالي افيس اتحجز عليه وافلس، ما بقاش موجود، ما بقاش ليه صفه. دلوقتي في ناس راحوا اشتروا نادي افيس، رجع تاني بقى ليه صفه. فاللي مطول امد القضيه او كل القصه عشان يرجع افيس ده يشارك. افيس ده لو رجع يشارك حتى لو باسم تاني تنتقل ليه اي عقوبات او اي غرامات محطوطه عليه. فبالتالي 50% من قيمه الغرامه هيدفعها افيس، مش هيدفعها كهربا. انما كهربا لو دفع ادخل بقى في قضيه جديده خالص ما بين كهربا وبين افيس، ولا تتحكم فيها بعد 10 سنين. فعشان كده محامين كهربا بيحاولوا عاملين بيأجلوا لحد ما يتحسم القصه بتاع افيس، لانها لو اتحسمت رجعوا بس يشاركوا. يبقى بدل ما كهربا هيدفع 2 مليون و400 ولا 2 مليون و400 شويه، هيدفع مليون و200 بس. يعني هي الحكايه مش حكايه انه انا مش عايز اسدد للزمالك دلوقتي. لا وبكسب وقت طبعا يعني. دي جنبها بكسب وقت. يعني انا لو عايز اسدد بعد شهر، لو انا في ايدي اسدد بعد شهر، ايه اللي خليني اسدد دلوقتي؟ لو في ايدي اسدد بعد 6 شهور، طب هفضل مكمل في القضيه لحد ما القضيه تجيب اخرها. طب لحد ما يوصل. انا 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 يعني انا واحد من الناس، انا بحيي جمال طبعا لان الموضوع ده انا بعيد كل انا زهقت. يعني كل يوم والله زهقت. موضوع غرامه كهرباء يا جماعه، ده كتير مش غرامه كهرباء. كل يوم غرامه كهرباء. لا هيدفع. طب توقف. لا ما توقفش. لا هيلعب. لا ما لعبش. طب دي اخر فرصه. ما انت حتى كمشاهد او مستمع او حتى متابع الاخبار، انا زهقت. انا مش عارف انهي الخبر الجديد وانهي القديم وايه اللي هيحصل. مش عارف. انا بحيي طبعا على المعلومة دي. بس انا عايز افهم بقى، يعني عايز افهم القصة كده النهاردة اخرها ايه. هو مأجل الدفع كل ده عشان النادي اللي كان فيه جزء من الموضوع. طبعا هيشارك معاه بقيمة 50% لو بقى لي صفر تبقى القرار الاولاني خالص. لانه ابتلى من القرار التاني قبل ما يتحسم قصة. لما بقى نادي ملوش حيثية مش موجود، بقت الغرامات تطلع على كهربا لوحده. كهربا لوحده. انا عشان فاضلي دقيقة واحدة بس يا كابتن كريم، مباراة اهلي وانبي يوم الاربعاء، شايفها انبي يقدر يعني يعمل حاجة قدام النادي الاهلي ولا هي محسومة للنادي الاهلي؟ انا في الكوره مفيش حاجه محسومه، لكن هي بنسبه كبيره طبعا الاهلي حاليا اقوى فريق في الدوري المصري. بس انبي عنده كمان مدرب محترم جدا، كابتن مدرب محترم وعامل السلفات دي كويسه جدا. لكن الاهلي هيفضل اهلي. انا بقول لك كل حاجه موجوده في الكوره، لكن بنسبه كبيره جدا سكواد الاهلي حتى بعد الغيابات اللي موجود بيعوض. فدي انا قلت لك فريق البطل بص عدك. فانا شايف ان الامور ممكن تكون بنسبه 70-80% للنادي الاهلي. مين ابرز اللعيبه اللي هتغيب من الاهلي في مباراه الاهلي؟ هو موقف بعض اللاعبين اتحدد النهارده. رضا سليم تعافى تماما، قرار اشراكه من عدمه قرار فني او تجهيز في كل الاحوال يعني، لكن هو طبيا تعافى بنسبه 100%. مودست انهى النهارده البرنامج البدني اللي اتحط له خلال الفتره اللي فاتت، برضه قرار اشراكه هو قرار فني، خاصه ان في المباراه دي كهربا موجود. عشان ناس كتير كانت بتتساءل هو كهربا موقوف؟ لا، دي مباراه كاس، كهربا ايقافه يسري فقط على الدوري، فكهربا موجود في مباراه انبي. صلاح محسن لا زال لم يتعافى، مكمل في البرنامج بتاعه، في رباعي بيتم تجهيزهم لمباراه سيمبا مش لاي مباراه جايه. عمرو السوليه، كريم نيدفيد، ومحمود متولي، والرابع بتاعهم صلاح محسن، تجهيزا لمباراه سيمبا يوم 20. يعني عايزين اللعيبه دي تحسم موقفهم يوم 16 او 15 اللي جاي، عشان الفرقه المفروض لو الامور مشت كما هي والاهلي هيشارك في مباراه سيمبا، الفريق هيسافر يوم 17.